بلغ عدد الرحلات المحلية في الصين وكذلك العابرة للحدود والمنطلقة من الدولة الآسيوية خلال فترة العطلة الحالية مستويات 300 مليون رحلة، بما يشكل زيادة بنحو 23% عن المستويات المسجلة العام الماضي. وبشكل إجمالي يعنى هذا المستوى في تحسن عدد الرحلات مقارنة ب 2019 وبنسبة 88%. هذا وقد بلغت الإيرادات المسجلة من السياحة المحلية خلال عطلة العام الجاري مستويات 55 مليار دولار، أو حوالي 73% عن مستواها في 2019.